استاذ زينب تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ فضل ونعمة الحمد لله. شكرا على إجابة حضرتك الأسئلة الجميلة بتاعت حضرتك. الله يرضى عن حضرتك، اتفضلي يا فندم. الله يكرمك. أنا دلوقتي أنا واحدة عندي فوق 60، 64. نعم. فعايزة أسأل عن موضوع قطع الرحم. أنا في ليا بعض الأشخاص في العائلة بيسببوا لي أذى نفسي ومش كويسين في المعاملة معايا، مش إن هم يعني دايما بيسيئوا في المعاملة وبيسببوا لي مشاكل. طيب يعني حضرتك هم لأن حضرتك ما بقيتيش مستحملة؟ لا وبقيتي خالص، وبقيتي وبقيتي حساسة جدا، فهم دلوقتي مش مقدرين ده وبيتعاملوا بشيء من الأذى. الأذى بيتكلموا كلام بيضايقك، وانت دلوقتي بتسأليني. بتسأليني بقى ايه؟ انا معاملتي معاهم يعني في اتنين تلاتة كده، ما بفيش اكتر من التليفون فقط بس. فانت بتسأليني مش انا اللي اتصل، لو هم اتصل ارد عليهم، لكن انا مش ببادر بالاتصال. طيب فانت بتساليني ده كافي ولا لا في صله الرحم، صح كده؟ بالظبط حضرتك. انا هجاوب على حضرتك يا استاذه زينب. استاذه زينب ده مش كافي. انت لا، هم كده، هم اللي بيوصلوا رحمهم مش انت اللي بتوصليه. ليس الواصل بالمكافئ، حتى انت مش مكافئاهم. الا اذا كان في حاله بقى ان انا لو سمعت صوته ما يجي لي انهيار عصبي، دي ايه خلاص. لكن انا انت لازم تدربي نفسك ان في حاجات موجوده في الحياه والحياه مش هتخلو منها. يعني انت لو وصلت لدرجه الحساسيه دي، انا بقول لك ان احنا ممكن نكون محتاجين شويه مسانده نفسيه. وانا شايفك ان انت محتاجه ان انت تساندي، بيبقى عندك مسانده نفسيه. انت واضح ان اصدقائك قليلين، انا بنصحك ان انت تزودي اصدقائك شويه وتخرجي شويه من المساحه الضيقه دي. دي واحدة. الحاجة التانية، أنا نصيحتي لحضرتك إن أنت اللي تبادري بالاتصال، واتصال بس. زي ما هو الاتصال لما هما بيتصلوا بيك بترد عليهم وما بيحصلكيش شيء، وتخلي في حدود. بدل أنت بتتأذي، خلي في حدود خلي في حدود. بس أنت كمان محتاجة تبادري عشان أنت كمان تكوني في حالة إن شاء الله سعد وتنور بأنوار مدد الله سبحانه وتعالى اللي بيمده لمن يصل الرحم. ألا يكفيك أن أصل من وصلك؟ ففي صلة من الله، وفي كرم، وفي شرح للصدر، وفي ساعة في الحياة. فاعملي كده وإن شاء الله ربنا يكرمك ويوسع عليك يا أستاذ زينب.